ما هلأ نور رح أروح لمساحة من الإبداع والشغف، وأكيد دايماً هذا الشيء بيرتبط بالفن، ويمكن الرسم أكثر المواهب اللي بنشوف فيها إبداع مختلف بيتحدى الحدود. ونفس الشيء اليوم موهبتنا رح نحكي عنها، تحدوا حدود العمر ولكن جمعتهم الأخوة وقدروا سوا ينموا الشغف اللي بيناتهم. معنا اليوم بالاستوديو رنيم عدنان اللوني، وهي سنة ثالثة اختصاص كيمياء، وسيلينا عدنان اللوني وهي طالبة بالصف السابع بالمرحلة الإعدادية، ومعنا أيضا الأستاذ زين العابدين أكرم الحاج اللي عم يشتغل على تعزيز هي الموهبة ورعايتها. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك يا أمر. صباح الخير. يعني شفنا لوحات كتير لكم، وعم نحكي عن فترتين عمريات مختلفات سلمى، يعني هن الأخوات عندهم موهبة الرسم اللي جمعتهم. أستاذ خلينا نحكي، وأنت داعم وراعي لهي الموهبة، شو اللي جذبك لهي الموهبة أكثر؟ وخلينا نحكي عن هي العلاقة والموهبة اللي بيناتهم. تمام. هلا هي بالبداية كانت علاقة كان يمارسها معي والدي تمام، أنه يعلمني بطفولتي، فكانت علاقة كتير ناجحة أنه كان يعاملني معاملة ما هي أب وابنه، معاملة صديق بس فقط لا غير. وأنا حاولت أنه هلأ أقدم هاي العلاقة معاهم هن كرفقات أخوات هيك شيء، ما هي كمان علاقة طالب والأستاذ تبعه. لأنه في شغلة أنا صراحة حاب نوه عليها، وهي شغلة كتير مهمة، أنه الطالب إذا ما حب الأستاذ ما راح يحب المهنة، ما راح يبدع بأي شيء أو يبدع فيها للمهنة. صحيح. فأنا الحمد لله وصلت لهذا الشيء. الحمد لله. خلينا نبلش مع الصبايا، تعرفونا بنفسكم وقد كيف بلشت معكم الموهبة، وخصوصا في بيناتكم فرق، أكيد حدا بلش قبل حدا. تمام. هلأ بالبداية أنا من لما كنت صغيرة برسم وبحب الرسم كتير، فسيلينا كانت تشوفني إنه عم برسم وألوان وهي القصص وهذا الجو الرسم، لفت نظر الموضوع كتير رغم إن هي كانت صغيرة، فحبت تجرب وتحاول، انه صار عندها فضول انه كيف عم ترسمي، كيف عم يطلع معك هيك. فصارت تحاول لوحه عن لوحه، بالبيت عنا صرنا نشوف في تطور كثير حلو. فمثل فيك تحكي انه انا كنت الباب لسيلينا، لانه هي اكتشفت حالها انه حبت هذا الشيء من خلال تجربتي انا. انا بعمري كنت 7 سنين، حبيت الرسم كثير من خلال رنيم، انه كانت ترسم. اكثر شيء لفت انتباهي هو جمال الالوان، وحبيت انه احاول مره عن مره، حكيت احب اكثر لحد ما بابا سجلني مرسم ورد خريف بالشرف الاستاذ زين، طورت اكثر واكثر. عم نشوف لوحات لكم سيلينا، انت صف سابع، عم نشوف لوحات لإلك. خلينا نحكي يمكن كمان في يعني اكثر من نوع بالرسم، بالرصاص، بالالوان، شو اللي بيجذبك اكثر شيء بالرسم، او اللي خلت يمكن هيك اختك تجذبك اكثر للالوان، ولا فينا نقول للالوان الاحاديه مثلا الاسود، الفحم او الرصاص؟ يعني انا اللي بتفضلي اكثر بالرسم كل شيء كله. طيب خلينا نحكي عن هي اللوحه، قديش بتاخذ منك وقت وشغل؟ تقريبا اخذت معي 3 أيام 4 أيام. هلا اللوحه من ليزا، هي للفنان ليناردو دافنشي، انه اللوحه موجوده بمتحف فرنسا دوفر. انا حبيت ارسم اللوحه برغم عمري الصغير، حبيت اتغلب على الصعب واحاول ارسمها وطلعت اسلوبها فيه. خلينا نحكي اكثر كمان، يعني اليوم الاشكال او الالوان بتختلف طبعا، وبنعرف انه باعمار صغيره بيكون بحاجه لحدا يدلهم على كيف بيتقسم الوجه، كيف بترسم المقاييس، شوي شوي الخطوات، هي يمكن الدور اللي حضرتك عم تمام. تشتغل عليه معاهم. خلينا نحكي اكثر عن هذا الموضوع. طيب هلا انا بلشت بدعم هي الموهبه تمام، بالفتره اللي حسيت فيها انه صار في عندي معلومات وانا قادر انه انا اعلم. وبالنسبه له كانت فتره قليله، يعني ما بتتعدى سنة، أقل من سنة، والحمد لله أنه على الأسلوب اللي أنا مشيت فيه فكان شغل ناجح إن شاء الله مثل ما كنت شايفة. نحكي معك كمان عن لوحاتك، شو اللي أكثر شيء بتحبي ترسمي، الألوان، شو اللي بيلفت نظرك؟ يعني لما تقرري ترسمي لوحة شو هيك اللي بيجي ببالك أول شيء؟ أنا بحب الشيء الواقعي كتير، هذا الشيء اللي تبعته برسماتي وبلوحاتي. فالشيء الجمال مثلا، جمال الواقع اللي بشوفه بحب صوره بإيدي، بقلمي أو بريشتي، وبواقعية. لهيك هي اللوحة من رسمك ما هيك؟ تمام. يعني حلو إنه عم نشوف
طبعا البورتريه هو كثير شيء مهم، والشخصيات اللي منقيينها طبعا. صح، تمام. الله يرحمه الدكتور محمد سعيد رمضان، الله يرحمه، اكيد من شهداء سوريا بالحرب. خلينا نحكي اليوم عن الهدف، يعني اليوم مجالات مختلفه، انت بتدرسي كيمياء سنه ثالثه، سيلينا لساتها بالمدرسه، مع انه انت عم ترسمي من زمان، ما فكرتي انه انا ادخل مجال ادعم رسمي فيه، ولا حبيتي انه تضل هوايه؟ تمام، هي فيني اقول انه هو حلم طفوله. من لما كنت صغيرة بهتم بالرسم، وكان هو حلم طفولة وموهبة ومادة أنا كنت أفضلها كتير بالمدرسة، لحد ما وعيت حسيت إنه لا، قررت إنه هي تكون موهبة أنا طورها وأدعمها، بس تعملي شغل أو حياة تانية إبداع فيها، بالإضافة لأني أدرس مجال تاني. سيلينا، أنت حابة تكفي بالرسم ولا ممكن تختصي بمجال تاني؟ هلا حكفي. يعني ممكن تدخلي فنون جميلة أو شيء له علاقة بتقوية الرسم أكثر. طيب استاذ، خلينا نحكي عن المواهب الشابه اليوم، قديش مهم دعمها ورعايتها؟ يعني في عندنا كثير اطفال يمكن ببدايه العمر عندهم مواهب كثير، خصوصا عم نسلط الضوء عليهم سلمى ضمن رحلاتنا الصباحيه بشكل كثير كبير. الدعم والرعايه قديش بيلعب دور لتطوير يمكن هي الموهبه، لتوجيهها، لتحديدها بشكل كثير صحيح؟ يعني عم تقول الصبيه انه انا بحب مثلا الالوان او برسم اكثر من شكل، ممكن انت لا تشوف بعين الاستاذ انه بترسم بطريقه مختلفه البورتريه مثلا. هلا الدعم الداخلي بيلعب دور كثير كبير، اللي هو من الاسره، العيله، كذا. صحيح، هذا بيلعب دور. اما هلا اذا بدي اجي شيء ثانوي، انا ممكن انا اكون الدعم الخارجي لها حتى اشوف شغله حلو تمام كفي، عرفت علي كيف؟ فهذا كان دعم كمان انا شايفه كثير قوي بالنسبه هلا لسيلينا. اكيد والدهم معنا بالاستديو، بدنا نوجه لهم تحيه. اكيد الله يسلمك يا رب. والشيء اللي صار انه سيلينا او رنيم يعني خلقوا بعيله بتحب تهتم بامور الفنون تمام، وهذا الشيء كان دعم كثير قوي بالنسبه لهم. صحيح صحيح، اكيد. خلينا نحكي، شاركتوا بشي معارض؟ حاولتوا تشاركوا بشي تعرضوا فيه لوحاتكم؟ كيف كان تفاعل الناس؟ بالنسبة لي كانت مشاركتي الأولى بمعرض ورقة خريف، كانت تجربة فريدة من نوعها وكتير مميزة بالنسبة لي. تفاعل الناس كان إيجابي ولطيف وداعم كتير، فيعني كمان صار معي قصة ضمن المعرض أثرت فيني كتير، إنه لهلأ بحس إنه خلص أنا وصلت لهالشي اللي بدي إياه. الشيء اللي صار، انا شاركت بلوحه، كانت اول لوحه لي بالزيتي. ماما وبابا لما شافوها انصدموا وانبهروا انه كيف انت قدرتي تعملي هيك، هي اول لوحه لك بالزيتي، نحن عم نعرف انك انت عم تتعلمي، هلا تعلمتي زيتي، كيف طلعت معك هيك؟ فقالوا لي انه انا فخور، نحن فخورين فيكي كثير، هالشيء اثر فيني كثير. هون حسيت انه انا وصلت للي بدي اياه، اللي طول عمري بطمح له انه هن اهلي يفتخروا فيني، وهن لهم فضل كثير كبير بهذا الشيء. طبعا اكيد بدنا نتمنى طبعا هذا الشيء وهذا الدعم المهم جدا انه صحيح. يستمر، لانه اذا ما كان في دعم خصوصا بالمواهب ما بتستمر ابدا. كمان خلينا، انت كنتي موجوده، شفنا هيك صور موجوده معها بالمعرض، يعني اول معرض تحضريه ومع اختك ومشاركه، كيف كان الجو؟ انا اول مشاركه كمان الي بمعرض ورقه خريف، ومشاركه كانت كثير حلوه وداعمه الي اتطور اكثر واكثر، واراء الناس كانت كثير ايجابيه وانبهروا انه بلوحاتي برغم عمري الصغير. اكيد بدنا نشكركم بالختام على وجودكم معنا، بدنا نشكر الاستاذ اكيد والاهل الداعمين لكم بشكل كثير كبير. بتمنى يا رب هيك بالمستقبل فعليا نشوف لكم معارض خاصه، ونشوف سيلينا هيك كبرت واختصت بالمجال. عامله ستايل فنانه اليوم سيلينا، صحيح. لابق لها كثير، بلبق لها. شكرا كثير لكم، شكرا انت على الاستضافه الحلوه. شكرا لكم وموفقين اكيد. الله يسعدك يا رب.